السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال للكاتبة ولاء سعيد السامرائي تحت عنوان جعل 20 عاما على احتلال العراق في تغطيات إعلامية لمرور 20 عاما على الغزو الهمجي اللامشروع وأكاذيبه، قال وزير الخارجية الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان عن معرفة الدولة الفرنسية كذبة أسلحة الدمار الشامل إنه أخبر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بذلك في مكتبه، وتحدث عن عدم مصداقية الولايات المتحدة ورفض دول الجنوب الوقوف معها ضد روسيا في الحرب في أوكرانيا بسبب الأكاذيب التي روجتها إدارة بوش لغزو العراق، إذ عندما هزم الجيش الأمريكي أمام المقاومة العراقية واستقال وزير الدفاع رامسفيلد بضغط جنرالات الجيش الذين فاجأتهم ضربات العراقيين، اخترعت إدارة بوش كذبة جلب الديمقراطية للعراق والعملية السياسية التي فصلتها للعراقيين بمقاساتها ولخدمة مصالحها. يمكن القول إن عقدين فترة كفيلة بإرسال نظام ديمقراطي حقيقي ليصدق الشعب العراقي وعود الإدارة الأمريكية ورئيسها، لكن الواقع أن العراقيين لم يلمسوا أي نوع من الديمقراطية التي وعدهم بها الرئيس بوش، لأن كل الحكومات التي تشكلت منذ الغزو لم يتم انتخابها، بل جرى تعيينها على أسس طائفية وعرقية بتوافق أمريكي مع إيران ومرجعيتها في النجف، وأصبحت العملية السياسية تسير وفق المتعارف عليه ووفق التوافقات ومفاوضات إيران مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، وليس عملا بالدستور الذي جاء به الاحتلال رغم كل الألغام الموجودة فيه عمدا. عقم العملية السياسية الأمريكية وفشلها ونبذ الشعب العراقي لها والخوف من انتفاضة تشرين جديدة تطيحها وتنتزع أموال العراق من بنوك الاحتلال الأمريكي هو الذي أجبر الولايات المتحدة على إعادة النظر في طريقة عمل السفارة الأمريكية، إذ لأول مرة تبدو السفيرة الأمريكية كحاكم مدني جديد للعراق. أفاد تقرير أمريكي أن العراقيين أعربوا عن أسفهم على تضييع فرصة لإعادة بناء اقتصاد البلد بعد 20 عاما على الغزو الأمريكي، حيث تميزت تلك الفترة بالطائفية وانعدام الفرص الاقتصادية. وذكر تقرير لموقع ميديا لاين الإخباري الأمريكي وترجمته المدى أن علي طاهر مدير مركز البيان للتخطيط والدراسات قال إن العراق دخل فترة فوضى وصراع طائفي بعد سقوط النظام، وإن كثيرا من المشاكل التي حصلت بعد ذلك كان سببها النظام السياسي والاقتصادي الهش الذي سيطر على البلاد. وتابع التقرير أن استمرار اعتماد العراق على ما يصدره من نفط في اقتصاده هو مثال على فشل الدولة في إعادة إعمار البلاد. الدولة غير قادرة من الناحية الاقتصادية على تطوير قطاعات أخرى، نحن ما نزال نعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز، وفي نفس الوقت حصول تضخم بالقطاع العام وتضخم بعدد الوزارات والموظفين والرواتب. من جانب آخر، عدم وجود تشجيع حقيقي لقطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعة والزراعة. إن ما حصل بعد ذلك هو أن أشخاصا حكموا البلد وفق نظام طائفي مبني على المحاصصة، وتفشى بعد ذلك الفساد وسرقة المال العام من دون تقديم خدمات. إن الغزو الأمريكي تسبب بكارثة إنسانية في العراق نتجت عنها موجات نزوح متعددة، مع وصول عدد النازحين خلال العام 2007 إلى أكثر من 2,600,000 نازح. وتابع التقرير حتى عام 2022 ما يزال هناك 1,100,000 شخص يعيش حالة نزوح مزمنة في كل أنحاء البلاد. وإلى مقال للكاتب ألفريد عصفور والذي جاء بعنوان هل كان الغزو الأمريكي للعراق مفتاح إيران الذهبي للهيمنة عليه؟
ما بين عامي 2002 و2003 سوقت الولايات المتحدة الغزو العسكري للعراق على أنه سيجلب الحرية للعراقيين والسلام للشرق الأوسط، وكان الهدف المعلن أن يتم إسقاط النظام الدكتاتوري وأن يقام نظام ديمقراطي حر. لكن غرق العراق في الفوضى والإرهاب، وهنا كانت فرصة إيران الذهبية، إذ كان الفراغ الأمني والسياسي الذي أنتجه الغزو هدية لنظام طهران وولاية الفقيه. ويضيف الكاتب: استفادت إيران من الفوضى التي دبت في العراق، فزادت نفوذها فيه وعمقت تسلطها على السياسة العراقية، فباتت الحكومات العراقية أدوات خاضعة لرغبات طهران تنفذ أهدافها وتحقق غايتها. تسليم الحكم إلى المعارضة العراقية الموالية لإيران مهد لقيام ديكتاتورية طائفية لم تقم بحماية مصالح البلاد، وتركت علماءها وشخصياتها الوطنية عرضة للاغتيال والتصفية. كما ساهم الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول بريمر بتهيئة البيئة السياسية العراقية لتمدد النفوذ الإيراني عبر تقسيم طائفي اقترحه عند تعيين ما سماه مجلس الحكم الانتقالي. البعض يصف نتائج الحرب بأنها كانت كارثية ليس فقط على العراق بل أيضا على الشرق الأوسط كله، فقد سمحت الفوضى التي دبت في العراق بانتشار التنظيمات الإرهابية التي امتدت إلى خارجه. النظام السياسي القائم حاليا ضعيف ومرتهن بصورة أو بأخرى لنظام طهران، ومؤسسات الدولة العراقية تعاني من استفحال الفساد بسبب تنازل بعض قادة الأحزاب العراقية عن بلادهم لأجل المصالح الإيرانية مقابل أثمان قبضوها. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب مثنى عبد الله تحت عنوان: ما الرمزية العراقية التي أراد الغزاة تحطيمها؟ يقول الكاتب: كانت جريمة غزو العراق عام 2003 وما تبعها من احتلال تهدف بشكل مباشر إلى إعادة صياغة الشخصية الوطنية العراقية. ويضيف الكاتب: مستحيل إماطة اللثام عن جميع الجرائم والأهداف التي كانت وراء الغزو في العراق، فما زالت هناك قصص لم تروى وشهادات لم تسمع ودماء لم تعرف أسباب سفكها. ومنح الاحتلال الطائفية والإثنية لأول مرة في تاريخ العراق وظيفة سياسية، فأصبحت جزءا من السياسة وتعطي الدولة من حصتها، وجرى الاهتمام بالجغرافيا الطائفية على حساب المؤسسات كي يتعزز النفس الطائفي المقيت في البلاد، في حين أهملت المؤسسات لأن الغزاة يعلمون أنها هي التي توحد البشر. يقيناً لا يزال من الصعب إزالة جميع طبقات الخداع التي اكتنفت كارثة 20 عاماً التي مرت على العراقيين، بل من المستحيل إماطة اللثام عن جميع الجرائم والأهداف والغايات التي كانت وراء غزو العراق، فيما زالت هنالك قصص لم تروى حتى اليوم وشهادات لم تسمع ودماء لم تعرف أسباب سفكها، فمئات الآلاف سقطوا ضحايا في وضح النهار أمام بيوتهم أو مقرات عملهم من دون أن يظهر القاتل حتى الساعة. لذلك لم تأتي مؤسسة غالوب الدولية بشيء جديد في استطلاعها الأخير في الشهر المنصرم، حين قالت إن لدى معظم المستطلع آراؤهم توجهات سلبية تجاه تأثير وجود قوات التحالف في العراق على مدى السنوات 20 الماضية، وأن الولايات المتحدة غزت العراق لسرقة موارده، ولم يؤيد الغالبية فكرة أن الحرب هدفت إلى نشر الديمقراطية ومحاربة ما يوصف بالإرهاب. ويمضي الاستطلاع ليظهر أن عراقيين كثر يرون أن الوضع قبل الغزو كان أفضل، وأن مستقبلهم خارج العراق وليس في العراق اليوم. قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير أعده كل من شون هاريس ودان لموث إن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بحثوا عن أساليب لفهم الطريقة التي تم فيها تسريب عشرات الوثائق السرية والتي تغطي كل أشكال جمع المعلومات الاستخباراتية دون ملاحظة أحد،
وقالت الصحيفة إن المسؤولين كانوا مصعوقين وغاضبين أحياناً من حجم المعلومات التي كشفت عنها الملفات التي فضحت الطريقة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بالتجسس على الأعداء والأصدقاء على حد سواء. جاءت الوثائق التي تحمل علامة السر للغاية من البنتاغون في الأعم الأغلب، وتقدم معلومات تكتيكية عن وضع الحرب في أوكرانيا بما فيها قدرات البلد القتالية. وتم إعداد معظم هذه الوثائق في الشتاء من قبل رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي وغيره من القادة العسكريين، ولكنها كانت متوفرة لمسؤولين أمريكيين آخرين ومتعهدين لديهم تصاريح أمنية. وتحتوي الوثائق الأخرى على معلومات من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية الأخرى جمعتها عن روسيا ودول أخرى، وكلها تقوم على معلومات مستقاة من مصادر أمنية سرية. وتعتقد الصحيفة أن الإحاطات والملخصات تقدم صورة نادرة عن عالم التجسس الأمريكي، فمن بين الأسرار الأخرى التي كشفت عنها الوثائق معلومات حول الأماكن التي جندت فيها المخابرات مخبرين عارفين بلقاءات لقادة العالم خلف الأبواب المغلقة، وصور أقمار اصطناعية استخدمتها الولايات المتحدة لملاحقة القوات الروسية، بما في ذلك التكنولوجيا لم يتم الكشف عنها من قبل. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. إلى الأخبار والتقارير المصورة، ونبدأ من إندونيسيا، حيث تجذب مخلفات معركة بياك التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية في مقاطعة بابوا الجنوبية الغربية في إندونيسيا تجذب اهتمام جميع التحف. ورغم مرور أكثر من 75 عاماً على المعركة التي وقعت بين الجيشين الأمريكي والياباني، لا يزال المهتمون وجامع التحف أيضاً يعثرون على مخلفاتها في المنطقة، حيث نشرت وكالة الأناضول صوراً عن هذه المعركة وأسلحتها. تزينت أحياء عديدة في العاصمة الهولندية بأزهار التوليب في النسخة التاسعة من مهرجان أمستردام للتوليب الذي تحتفل به البلاد كل عام. وأفادت المسؤولة الإعلامية للمهرجان أن المهرجان يقام سنوياً منذ عام 2015، وأوضحت أن هدف المهرجان هو إمكانية رؤية أزهار التوليب من قبل جميع الناس في الشوارع، بدلاً من عرضها فقط في الحدائق ومناطق الجذب السياحي.
والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نقوم بمبادرة مواساة لأهلنا في الأتارب وإقامة إفطار جماعي في موقع الزلزال المدمر الذي حصل عنده مؤخراً. عملنا هيدا النشاط أو هذا النشاط قمنا فيه لنعزز أواصر المحبة والمودة، وخاصة في هيدي الأيام الفضيلة، أيام شهر رمضان المبارك. وعشان نقول للناس إنه إحنا بعدنا عايشين وبنحب الحياة وراح نعيش إن شاء الله. كانت مبادرة منه بإفطار حوالي 600 شخص. هذول الأشخاص هم من عمال البلدية في محافظة الرقة. قمنا في هذين اليومين بفعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء، حيث قمنا بإفطارات جماعية لأطفال الذين عودناهم وعلمناهم على صيام رمضان. أيضا هناك ألعاب ترفيهية وحديقة حيوانات وألعاب ترفيهية للأطفال. استمتع الأطفال في هذين اليومين كثيرا وفرحوا بصومهم وإفطارهم وباجتماعهم مع بعضهم على الألعاب وعلى الترفيه. كانت الفعالية كثير حلوة، ولعبنا أنا ورفقاتي بالمراجيح، وكنا كعائلة واحدة ولعبنا بالسيارات وانبسطنا كثير. الهدف من هذه الفعالية هو إعادة البسمة إلى وجوه أطفال أبناء الشهداء الذين يعني يعيشون في مخيمات اللجوء. لعبنا وفرحنا وأكلنا ضمن أسرة واحدة. بتمنى أنا كل هالفرحة كل مرة تدخل عقلوبنا. وصلنا لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.